احتضنت جامعة صباح الدين زعيم في مدينة اسطنبول ملتقى رواد دور نشر الكتب الإسلامية الذين جاءوا من 30 دولة بهدف جمع ناشري الكتب الإسلامية في العالم والبحث في قضايا نشر الكتاب الإسلامي والإعلان عن تأسيس الاتحاد الدولي لناشري الكتب الإسلامية بقيادة الناشرين في تركيا. نعتبر هذه المناسبة مناسبة مميزة، فهذا الحدث الأول من نوعه أن يكون هناك تأسيس لاتحاد دولي للناشرين العاملين في صناعة الكتاب الإسلامي، ليس فقط في الدول العربية ولا في الدول الإسلامية وإنما على المستوى العالم. ويهدف الاتحاد الدولي لناشري الكتب الإسلامية الذي سيتخذ مدينة اسطنبول مقراً له إلى ضمان وصول المنشورات الدينية إلى جميع أنحاء العالم بصورة أسهل ودعم الأبحاث العلمية في هذا المجال وتحسين جودة المنشورات الإسلامية. ووجود هذا الاتحاد سوف يساعد الكتاب الإسلامي على الانتشار ويساعد الناشرين أيضا على دخول أسواق جديدة ويطور عملية النشر، طبعا مهم جدا سواء كان للناشر أو للقارئ أيضا وصول الكتاب إلى الأسواق البعيدة والغربية والأوروبية في هذا الوقت كتير مهم جدا طبعا لا شك. ويؤكد الناشرون المشاركون في الملتقى أن تأسيس الاتحاد سيساهم بدور كبير في مكافحة التمييز وخطاب الكراهية ضد الإسلام والمسلمين في العالم ومواجهة الإسلاموفوبيا. ما في شك أن الاتحاد أتى ليوحد الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه ناشري الكتب الإسلامية وعلى رأسها الإسلاموفوبيا والملاحقات التي تتم أو النظرة الغير بريئة التي تتم لناشري الكتب الإسلامية حول العالم. أتى هذا الاتحاد وعلى رأس أولوياته هو معالجة الصورة وتوضيح الصورة المشرقة للإسلام والنشر الإسلامي حول العالم. الناشر الإسلامي عنده قضية، وهذا القضية مهمة جدا، لا يختلف عن الناشرين البقية، يعني الناشر التجاري يعني كما تعرف يعني ليس له قضية غير الربح التجاري الصرف يعني، أما الناشر الإسلامي له قضية، القضية هو حفاظ على بقدر الإمكان وصول الكتاب الإسلامي الصحيح المعتدل إلى القارئ ونصرة للحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي المعتدل الوسطية. واختتم ملتقى ناشري الكتاب الإسلامي بمناقشة بعض الفقرات في النظام الداخلي والتصويت على أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون 9 دول يقودون الفترة المتبقية حتى اجتماع الجمعية العامة بعد نحو 6 أشهر الذي سيشكل منعطفا في مسيرة عمل الاتحاد. وبعد انتخاب مجلس الإدارة وصدور البيان الختامي يأمل الناشرون أن يضع اجتماعهم اليوم اللمسات الأخيرة لكيان جديد يساعد في تصحيح المفاهيم الخاطئة ضد الإسلام والمسلمين في العالم. سمير السلامة، اسطنبول، قناة الرافدين الفضائية.